مقرر أن تشارك تشاد في الألعاب الفرنكوفونية نسخة العام 2022 والتي ستحتضنها عاصمة الكونغو الديمقراطية كينشاسا في الفترة من 19 حتى 28 من شهر أغسطس عام 2022 القادم، ولاختيار من يمثل البلاد في هذه التظاهرة الثقافية والدولية. في دورتها التاسعة أطلقت وزارة الثقافة وترقية التنوع هذه المسابقة المحلية لجميع الفنانين، وقد استعرضت فيها 9 مجموعات غنائية أعمالها أمام لجنة تحكيم تتكون من 3 أعضاء إلى جانب الطاقم الفني والإداري للوزارة. رئيس اللجنة المنظمة للمسابقة عبد الله سليمان أسمان قال إن هذه المسابقة تشارك فيها 9 مجموعات لموسيقيين تشادين، وسيتم اختيار 3 منهم عبر لجنة التحكيم المحلية، وأن معيار الاختيار يتضمن الخطاب أمام الجمهور، رسالة الأغنية، وحضور الفنان في خشبة المسرح. أما الأمين العام لوزارة الثقافة وترقية التنوع بخيت ماجيم أكد للمتسابقين بأن الوزارة ستقف بجانبهم لتمثيل البلاد في هذه المسابقة الدولية، وستقوم لجنة التحكيم باختيار من توفرت فيهم الشروط.